بخير الحمد لله ليفربول رايح فين وجاي منين يا استاذ محسن وايه اللي بيحصل ده يعني بسم الله الرحمن الرحيم ليفربول طبعا موسم سيء جدا يعني هو موسم صفري بكل تاكيد يعني طبعا هو الكلام ده سابق الاوان لأنه هو آه ما زال عنده بطوله آه دوري ابطال اوروبا مشارك فيها لكن بالمنظر ده يعني آه مش هياخد ريال مدريد ريال مدريد ذهابا ايابا طب. آه وكمان الدوري الانجليزي هو في المركز التاسع دلوقتي اه في المركز آه التاسع, التاسع. والمفارقه الغريبه ان هو بينه وبين الاول تقريبا اكثر من 20 نقطه أوه. اللي هو ارسنال لكن بينه وبين الاخير تقريبا 15 نقطه يعني هو اقرب للاخير من أوه. الاول أوه. طبعا حاجه سيئه جدا في بالنسبه لنادي ليفربول اللي هو السنين الاخيره اذا كان خد الدوري مره لكن حتى كان بيخسر الدوري بفرق نقطه وبيخسر الدوري مش بفرق نقطه كمان يعني السنه الموسم الاخير خسر الدوري في اخر 10 دقائق من عمر الدوري مم. المباراه أوه. كان بتلعب في نفس التوقيت هو والسيتي حي. والمباراه راحت وجت والسيتي كان مغلوب اثنين هو كان متقدم طب الموسم ده ايه اللي يعني حصل فوصل للي وصل له ده والله حاجات كتيره عوامل كتيره اولها يعني الناس الناس كتيره بتتكلم مثلا غياب ساديو ماني او رحيل ساديو ماني لا الموضوع مش فكره رحيل ساديو ماني طبعا ساديو ماني لعب مهم لكن الجداد ما خدوش لسه التوليفه اللي هو ايه الانسجام ما بينهم يعني لونيس تحديدا يعني بيهدر فرص غريبه جدا جداً, جدا 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 ناس كتير ضيع ضي ضي على ليفربول السنه دي انتصارات كتيره يعني لو كانوا نيز وفق في الاهداف اللي هو اهدرها كان ترتيب اللي ليفربول كان كده هيختلف أكيد. مش يعني ما بق بقتش دلوقتي الماساه ان هو ينافس لا المشكله عند ليفربول او محب ليفربول تحديدا ان هو الفريق مش هيشارك اصلا في بطولات اوروبا السنه طبعًا. الجايه يعني لا دور الابطال مش هيبقى في الرباعي طبعا, طبعًا. الذهبي او المربع الذهبي ولا هيبقى في اليوروبا ليج وربما لا يلحق ببطوله المؤتمر اللي هي يعني اللي هي يعني ثالث أقو... مش مش اقوى هي ثالث بطوله كده اوروبيه يعني ده شويه كده وهيلعبوا في الممتاز به بالظبط يعني و... بالظبط شامبيون شيب <applause> فالموضوع بالنسبه له بقى كارثي دي جزء طب. منه ان هو مش فكره رحيل ساديو ماني لكن فكره عدم الانسجام الجدد ما يعني ما بيدخلوش مع الـ مع الـ ما تمش استيعابهم مع الـ مع الفريق القدام مثلا زي بمضيفك. للامانه طبيعه الون اللي كان حاصل ما بين ساديو ماني ومحمد صلاح وكل فيهم في مركزه نتج كمان... خير كتير مع فيرمينو مثلا فيرمينو كمان المثلث بتاعته كانوا فيرمينو مش موجود تماما هو مش يعني إيه هو إذا كان ليفربول فقد ساديو فقط سادي فقد ساديو ماني وفقد فيرمينو اللي هو موجود معاه بس ما بيعملش حاجه مش موجود مش ده اللاعب اللي هو ما فرقش خالص مع فريق ليفربول مش موجود خالص صلاح السنه اللي فاتت يمكن الفريق كان برده مستواه متذبذب بس هو كان شايل الفرقه بكل امانه م. السنه دي خلاص مش موجود مش 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 موجود عشان هو ضعيف لا يعني الـ 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 المنظومه كلها نازله يعني حتى ايه آه يعني استكمالا لكده هتلاقي حتى المدرب يورجن كلوب عنده معضله او متلازمه السنه السابعه هو دايما م. عنده السنه السابعه في التدريب بيقع تماما حصل قبل كده مع لما درب وحصل لما ضرب بروسيدنت وهو بياكدها لثالث مره م. مع ليفربول دايما السنه السابعه آه لعنه السنه السابعه عايز ادور على الكلمه فهي للاسف موسم يبدو صفري يعني هو طبعا هو يعني عايز اقول صفري بس هو ما زال في في الدوري طبعا مستحيل يصل مستحيل يكسب ده هو بالكاد هيبقى انجاز ان هو كده س... كده صفري في نظر محبي ليفربول هو, إنه هو اللي انتهى طبعًا. هو انتهى ان هو يفقد البطولتين اللي هو حامل لقبهم كاس الاتحاد وكاس الرابطه آه كان وصيف الدوري بفارق نقطه هو بعيد خالص عن المربع الذهبي وال و... و... والمركز السادس ولا والمرش... يعني وبالمنظر ده ش... شكله مش هيقرب لمنتصف لان هو حتى لما تبص ان هو هو المركز التاسع بس مثلا ايه هو يفرقوا على المركز العشر 10 تشيلسي بعديه بس هو الفرق ما بينهم فرق اهداف آه بعد كده يعني يعني مثلا فقد ثلاث نقاط لليفربول بتوديه مثلا المركز ال11 المركز ال12 فهو المشكله ان هو يحاول يعني يحاول يحافظ على نفسه لان طبعا واضح ان اللعنه كمان ما بقتش على ليفربول الفريق على ليفربول المدينه <applause> ان هو كمان مع ليفرتون الاتنين الاثنين مع بعض ضايعين تماما ليفربول هذا الموسم بتعاني في الوقت مثلا مدينه مانشستر بتتالق عارف طبعاً. انت الصراع ما بين مدينه مانشستر ومدينه ليفربول فمدينه ليفربول بتعاني على المستويين سواء ليفربول ولا حتى ايفرتون بالنسبه لليفربول الوضع صعب, صعب جدا 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 و... ده, ده بالنسبه لليفربول بشكل عام طب آه. تعالى بقى نركز في كلامنا على اللي يخصنا آه محمد صلاح لا محمد يعني... صلاح اللي كان مولع الدنيا بالمعنى الحرفي طول السنين اللي فاتت واللي آه. يعني حتى سكان ليفربول مش مجرد اللي بيتابعوا الكوره آه. فيها يعني بيتغنوا بيه وباسمه وبنجاحاته طبعا اذا و... <applause> <applause> كنا احنا احنا نفسنا كلامنا هيختلف يعني السنه اللي فاتت كنا بنقول لابد ان محمد صلاح يبقى في ليفربول ويجدد وهو بالفعل جدد طب الراجل جدد صحيح ايوه بالظبط لكن ال 25 كمان اه بالشكل ده الوضع صعب جدا يعني انا يعني مش عايزين نرجع في كلامنا بس عايز اقول لو الدنيا هتفضل كده افضل لصلاح يشوف يشوف نادي تاني يعني, يعني نرجع ونقول يا ريت ما كانش جاد ما حدش كان متوقع ابدا ان ليفربول ينهار بالشكل ده يعني